يا فندم من 2006 واحنا قاعدين في العقار ده، شارين العقار ده، خدناه من الحاجه والحاجه توفاها الله اخد بال سعادتك، وبعدين جم بقى الورثه باعوا العقارات كلها دون ان يخصصوا مكان لغرفه الكهرباء. تمام. وكل ما نروح هناك طبعا نشتكي شركه الكهرباء. انا معايا اولادي شغالين طبعا اعمال حره، بس انا اللي بتكفل بيهم، خد بال سيادتك، بتكافل ان انا بدفع لهم شهر والتاني يا دوبك شهر يخلص والتاني، اخد بال سعادتك، بدفع لهم 1082 قلنا لهم هاتوا لنا اي عدادات ايا كان. وحتى برضه اخد بال سعادتك الباشمهندس ابراهيم محلب الله يمسيه بالخير، اخد بال سعادتك، امر باني عدادات تخش للكلام ده، وما فيش حد سال في اي كلام، في اي كلام حد سال في الكلام ده. ونروح نشتكي هناك للحلميه، وكان بيقول لك الحي يقول لنا مش عارف ايه. كان في دور اللي هو صاحب العقار عمله فوق خالص وجاله ازاله، وجم المهندسين وقالوا ايه؟ طب زلوا لنا الدور اللي فوق، لو حضرتك بصيت لفوق كده، لا مش هنا، فوق بعيد عند العقار هناك هتلاقي في حديد هناك اهو متكسر، شايف الحديد اللي فوق خالص ده؟ مكسر هناك. تمام. طيب طب ما احنا قبل الكلام ده بقى لنا 10 15 سنه نهايته نقول يا جماعه ده قانون الكهرباء. هل اللي عنده غساله عاديه زي اللي عنده مثلا تكييفات زي اللي عنده مثلا مش عارف ايه؟ لا. وبعدين شهر والتاني سيادتك، شهر والتاني صليت على النبي، شهر والتاني يجي لنا ايه؟ ايصال كهرباء. يعني الناس دي هل احنا ما لناش حل في الكلام ده؟ عداد ممارسه حضرتك، ما فيش اهو جنب، يعني حضرتك قلنا هاتوا لنا عدادات بالكارد، هاتوا لنا عدادات كودي، هاتوا لنا ايا كان، بس تظبط الكلام ده. انا ما اجيش انا النهارده شهر وشويه اروح ادفع 1082 جنيه عشان شقتين، ده انا دفعت ثمنهم مرتين لحد دلوقتي الكهرباء، ويقولوا انت مش عارف. طب ماشي هاتوا لنا خد بال سعادتك، واحنا ما قلناش لا عدد، احنا كده نصيبنا، لكن نقعد 15 سنه في دوله محترمه، نقعد احنا في دوله محترمه بقالها 15 سنه نقعد ممارسه؟ لا، الفواتير غاليه والله، حالنا زي حال الناس كلها. نعم. طالبين منك كام؟ والله انا اخر فواتير مدفوعه عندي كان فيها رحمه بصراحه اليومين دول يعني شويه. بس اوعى كنت مأجزين لك خصوص الراجل. ولا كتيرة ولا حتى احنا يا عم لا دي كانت كويس 63 جنيه و55 جنيه. امال حضرتك بتشتكي من ايه؟ هو موضوع الممارسة اللي هناك دي، الممارسة دي، وبعدين الكهرباء ده دول واصلين جهم كده فلتة، لكن الوصولات بتيجي عالية. أحيانا بتعدي ال 100، وأنا بالنسبة لي أنا بإيد النور من بعد المغرب لحد الساعة 9 وبروح، لأن أنا مش من هنا، انا بقفل الساعه 9، وزي ما انت شايفه الاضاءه عندنا اهي 5 6 لمض نايلو، يعني مش العمليه مش مستاهله ان انا ادفع فوق ال 100 جنيه كتير جدا، وعداد قديم. نعم. 100 جنيه دول اللي هم الممارسه بقى اللي هو بيقول لي دي هتتغير. احنا كنا بندفع ربع، الاول كنا بندفع 355، وبعدين دفعنا 400 وكسور، والدور ده بقى جاي يقول لك لا ده احنا عايزين البطاقه. ليه يا عم؟ واحنا قال لا هو نظام جديد كده، اديته البطاقة خدها نقل منها بيانات واداني الورقة دي، قال لي تقريبا ممكن تدفع فوق 600. قلت له لو وصلت لكده هنقفل، لأن أنا مش هدفع للي هعمله هديله الكهرباء. الفاتورة جت الشهر اللي فات 800، واللي قبليه 700. ماشي. بس هو الحال البلد مش يسمح للفواتير دي. اللي هو الشهر ده الفاتورة جت الشهر ده 700 جنيه طبعا، غير اللي كانت بتيجي في الأول 100 جنيه، فطبعا احنا امتنعنا عن الدفع. لما سألنا المحصل قال لك حي عين شمس كله الحتة المنطقة السكنية اللي احنا ساكنين فيها كان عندهم مشكلة في الحسابات، دخلت أرقام مكان أرقام، فالفواتير نازلة بزيادة السنة دي، فقال لك ما تدفعش لحد ما يصلحوا السيستم. طبعا الله أعلم هيتصلح ولا بقى لها سنتين كان في ظرف ما بولعش كهرباء، أصبحت كل شهر بيجي لي بالمية، يعني جالي 100 الأول، بعد كده 150، بعد كده 350، بعد كده 450، يقول لي إيه؟ ده في قسط قديم. قسط قديم بإيه؟ أجيب منين أنا؟ أنا راجل النهارده مؤاخذة فاتح محل بكسب لي 50 جنيه، أديها للكهرباء ولا للمية ولا إيجار ولا أديها إيه؟ مش عارفين نعيش. كل الدنيا غالية. جت حوالي 400 جنيه تقريباً. والأول كانت بتيجي 150.
250 جنيه. تمام. طب والمحصل لما جالك ما قالكش ان في مشكله؟ لا لا، ده ساب الكعب ومشي اصلا، يعني حتى ما قابلناهوش لحد دلوقتي. الشهر ده جالي ب 283، الشهر اللي فات جالي 144. كنت زمان بدفع 5، بدفع 7، لما اضربوا الدم او كنت بدفع 23 اصلا. اوضتين انا مش ما حدش جه. ما انت لقيت كعب اللي هو جاب لي الكعب؟ هو الكعب لا، هو جالي من قيمه كام يوم، قال لي 283 283 مثل ما حضرتك كده. قلت له هدفع ليه 200؟ اجيب منين ادفع؟ ادفع منين؟ انا قاعد هنا بالاجار 600 ولا ب 500، واخده بالك؟ حرام، اجيب منين؟